مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الثلاث 13 ابريل 2021. بكرر التهنئه مره تانيه وثالثه وعشره لكل اخواتي المسلمين اللي عايشين في مصر وعايشين في الخارج، المصريين وكل المسلمين في العالم، ويا رب يعود هذه الايام على العالم كله بالبركه والخير. يا رب يكون الشهر ده شهر تقرب من ربنا، ويكون شهر اهتمام بالإحسان وبالصدقة وبالتكافل ما بين فئات المجتمع وبعضها. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هكلمكم عن الصناعة، وهنتناقش في مجالين من أكتر مجالات الصناعة المعروفة بهم مصر من ربما نص القرن الماضي أو قبله، لا يمكن من أول القرن الماضي، من أول القرن العشرين. هنتكلم عن صناعة الغزل والنسيج اللي مصر معروفة بيها، واللي مفيش يعني حاجة كان بيشار إليها بأنها فخمة، وكانت الناس تتباهى في العالم كله أنها بتلبس ملابس قطن مصري Egyptian cotton ولغاية النهاردة. لكن الجديد في الموضوع هو محاولات من القيادة السياسية، إن شاء الله محاولات ناجحة، لعودة الغزل والنسيج إلى مكانتهما، وأيضا تطوير قدرة مصر على أنها تكمل بعد ما بتصدر القطن طويل التيلة كده. طبعا كل ما تصدر المادة خام رو ماتيريال كل ما تخسر، وكل ما تضيف قيمة مضافة وعمليات تصنيع تعمل غزل وتعمل تفصيل وتعمل تفنيش، كل ما أنت بتعمل ده عندك في بلدك فبتضيف عملة صعبة وبتصدر بأرقام أكبر. النهاردة هيكون معانا المهندس سمير سامي رياض، عضو غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات، للحديث حول استعادة الغزل والنسيج المصري لمكانته في العالم، وإن شاء الله أكتر من كده. أيضا صناعة أخرى كانت بعد القطن في خمسينيات القرن الماضي واستمرت حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، حتى غزتها صناعات الدوبلاج والتصوير في الدول العربية الشقيقة، وأيضا إنتاج الأفلام السينمائية، هي صناعة الدراما. إحنا في موسم لابد أن نعترف أنه كرست من أجله جهود كثيرة، من يمكن من برضو من الستينيات والسبعينيات، كان دايما شهر رمضان بيبقى مهبط للدراما اللي بتصنع في الفضائيات وتهبط علينا في بيوتنا، ونتفرج ونشوف ونقارن، وشفت فلانة السنة دي عملت مسلسل حلو، السنة دي فلان تفوق على فلان، فلان ارتفع نجمه لأنه ممثل شاطر، فلان ارتفع نجمه لأنه إنسان محترم، فلانة ارتفعت أسهمها لأنها اقتربت من مشاكل البشر ومشاعرهم، وكنا دايما نتناقش في ده. السنة دي الدراما فين؟ في مسلسلات كتير، يمكن السنة اللي فاتت كان في نكبة بسبب موضوع كوفيد-19، ما كانش حد عارف رايح على فين، لكن السنة دي في دراما كتير، في مسلسلات كتير. هل قدرت فعلا توصل للمواطن؟ هل قدرت ترسخ القيم اللي بيحتاج إليها المجتمع المصري الآن؟ هل قدرت تعود لقصص النجاح الحقيقية، مش بس يعني عشان مثلا نقدم قصة نجاح يبقى لازم يكون عسكري في الجيش ولا ضابط في الداخلية ولا دكتور مهندس، إنسان بيبتدي من الصفر وبنى نفسه، شاب صغير من ساعة لما كان مراهق بيجتهد لغاية لما وصل لحلمه. حلمه ده بقى ممكن يكون مهندس، ممكن يكون مذيع، ممكن يكون دكتور، ممكن يكون أستاذ في الجامعة. هنشوف كل ده مع الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين، وهنتحدث معاه عن إمكانيات الدراما السنة دي في رمضان بحسب ما تيسر من المعلومات. وحالا هنيجي مع حضراتكم في استعراض كام خبر من الأخبار، وبعدها تفصيل الأخبار، وبعدها ننتقل لفقرات الحوار. خليكم معنا.
أول خبر استعرضه مع حضراتكم النهاردة هو توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة وتحسين درجة مياه الري، وهيكون معنا تفاصيل كتير عن هذا الخبر في فقرة الأخبار. الخبر اللي بعد كده بتوجيهات من السيد الرئيس، مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في ليبيا، وهيكون معنا برضو تفاصيل طائرتي مواد طبية ومساعدات طبية تقلع من قاعدة شرق القاهرة الجوية بتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإخواتنا في ليبيا اللي احنا بجد فرحان لهم، وبنشكر ربنا على التطور السياسي والتقدم المحرز إن شاء الله اللي يبدأ، مش هقول ينتهي، بانتخابات نهاية هذا العام عشان تبدأ خطوات حقيقية لرفاهية المواطن الليبي وأمنه، ودي حاجة مهمة جدا. خبر اللي بعد كده، وزير الخارجية يجري اتصالا مع سكرتير عام الأمم المتحدة حول سد النهضة، وحمل هذا الاتصال عنوان التحذير. حذر الوزير المصري سيادة السفير سامح شكري من اتخاذ إثيوبيا لإجراءات أحادية لأنها ستؤدي أيضا لفوضى كبيرة في المنطقة. برضو التفاصيل معانا فقرة الأخبار. أخيرا إطلاق مدفع إفطار رمضان من قلعة صلاح الدين لأول مرة منذ 30 عام. زمان، والمشهد الشهير اللي موجود عندنا بالأبيض والأسود هتلاقوه على يوتيوب، اللي هو مدفع الإفطار اضرب وتشوف كده أبيض وأسود، مدفع شكله قديم كده ومنظره لطيف من فولكلوريات مصر اللطيفة اللي مشهورة بيه. يلا بينا نشوف تفاصيل الأخبار.